السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرحت العلمانية نفسها كفكرة بقوة حتى صارت إطارا سياسيا لعدد كبير من دول العالم. وفي الوقت الذي تسللت فيه العلمانية إلى النسيج الفكري لدى الأمم والمجتمعات وتغلغلت من دون عراقيل ولا ممانعة، في الوقت نفسه واجهت مطبات حقيقية في العالم الإسلامي على المستوى الفكري والشعبي. بالرغم من انتهاج العلمانية في الحكم داخل الدول العربية والإسلامية، فإنها لم تحظى بقبول لدى شرائح كبيرة من الشعوب الإسلامية ومن المثقفين والعلماء والمفكرين الإسلاميين. لماذا واجهت العلمانية حدوداً نفسية في العالم الإسلامي؟ هل ثمة تنافس بين الإسلام والعلمانية أم أن التقاءهما وارد لكن الإشكال في الأفهام؟ مشاهدينا الكرام، أنتم مدعوون لمشاهدة هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي تتحدث عن العلمانية والإسلام، فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. أرحب بضيف الحلقة الأستاذ هشام البدراني، رئيس مؤسسة العبادلة للدراسات التطويرية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ هشام. لا زال الناس مختلفين في تعريف العلمانية وتحديد مفهومها وضبط هذا المفهوم بين مقر بها وغير مقر، بين محب لها ومبغض، بين منحاز لها ومتحيز ضدها. هل يمكن أو برأيك وصل الفكر الإسلامي والعربي عموما إلى تعريف واضح جامع مانع مبين لهذه الفكرة للعلمانية؟ شكرا على السؤال. وبالتأكيد أن في معرض الجواب لابد أن نعلم أن العلمانية ليست من جنس العالم الإسلامي، ولا من جنس الثقافة الإسلامية، ولا من جنس الموروث التقليدي في العالم الإسلامي، وإنما هي أمر طرأ ودخل بتسلل إلى أذهان المسلمين شيئا فشيئا، ومرر أفكاره بظروف معينة. فالأصل في العلمانية أنها نتجت في العالم المسيحي قديما، وأيضا تسللت إلى الفكر المسيحي تدريجيا، وتغلبت على العقلية آنذاك الموجودة لدى العالم المسيحي، وظهرت بفلسفات عديدة. والأصل فيها ليس العلمانية، وإنما الأصل الليبرالية، الدعوة إلى الحرية والتحرر من الدين الذي كبت أنفاس الناس، وتدريجيا عبر قرون. الدين الذي كبت أنفاس الناس تقصد في أوروبا؟ نعم نعم. هذه الظروف ولدت فكر معين مصدره الواقع، مصدره معطيات العقل البشري، مصدره بعض العبقريات التي أظهرت فلسفات معينة فيها نوع من غايات الإصلاح أو غايات المعالجة أو غايات الإنقاذ، أو هي فلسفات فيها التمرد على الوضع الموجود آنذاك. فالعلمانية في الحقيقة ليست من جنس ثقافتنا حتى نوجد لها مفهوما معينا، وإنما هي وارد طرأ على ثقافة الناس العامة أو العارضة نتيجة ضغوط معينة، نتيجة غياب المثقف النابه المسلم في دائرة التأثير. أما أنه موجود فهو موجود ولكن ليس تحت الأضواء. وظهرت في البداية نتيجة اعتراضات لم يلتفت إليها المسلمون بشكل جاد أو بشكل أنه هذا أمر مهم، ولكن تعاملوا مع ظواهر أو فردية أو لمحات ثقافية وتعاطوا معها. يعني قبل الحديث عن يعني انتقالها إلى هذا، ربما هذا نؤخره إلى وقت متقدم من الحلقة، لكن يعني أنت تحدثت عن الظروف التاريخية لنشأة مفهوم العلمانية، لكن لو غصنا في العلمانية نفسها، هل ما زال تعريف العلمانية من قبل كثير من المفكرين الإسلاميين بأنها هي عزل الدين عن الدولة، هل ما زال هذا التعريف لها مصيبا في في فيما يبين من معنى؟ هو بالتأكيد أن العلمانية من حيث الفكرة الآن الشائعة وهي التي جاءت منذ القديم، أنه هي التحرر من الدين، هي فصل الدين عن الحياة. كيف ذاك؟
التحرر من الدين أنه كان أن هناك في القرون الأولى، القرن الثاني عشر، الثالث عشر، هناك ظهرت انتقادات للدين المسيحي الكاثوليك تحديدا، وهذا له ظروف معينة أنتجت الدعوة إلى التحرر من قيود الكنيسة، نتيجة أن هناك توافق بين سلطتين، السلطة الزمانية والسلطة الروحية، أو سلطة الدولة والأمراء والإقطاعيين والملوك، وسلطة الكنيسة التي تبرر لهذا الأمر وتوجد له أعذار. فظهر بظروف معينة، ظهرت حركات تنادي بهذا الفصل والتحرر والانعتاق من هذه السلطات الإقطاعية أو السلطات الروحية التي ليس لها مبرر عقلاني، سيما أنه هذا جاء بالتناسق أو بالموازاة مع ظهور الحركة العلمية في أوروبا وظهور الصناعات والتقدم التقني والخدمات، وهو الأمر الذي قلل من السلطتين أيضا، لأنه وجود الآلة والصناعات أظهر للعامل دور، أو وجدت النقابات وما إلى ذلك. فكان هناك حبار بحدوث 3 قرون إلى 4 قرون من القرن الثالث عشر، بداية القرن الثالث عشر الميلادي إلى تقريبا أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، هناك حركات ظهرت بلورت الحركة الجماهيرية والعمالية، وأوجدت فكرة الذي يدافع عن حرية الإنسان وحقوقه، الذي كان يسمى الليبرالي. ولكن هذا الظهور الليبرالي بالمواكبة مع الظهور العلمي سميت بالعلمانية، من باب أنه العلم فرض نفسه وبدأ التفكير العلمي يأخذ دوره في الفلسفة أيضا، ولذلك ظهر بالموازاة معه علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية، علوم هذه جاءت بالتناسق أيضا، وتحولت الفلسفة إلى شيء جديد، أنه محاولة إخضاع الفكر إلى الفكر أو المنهج الاستقرائي العلمي، الملاحظة والتجربة والاستنتاج. لكن أستاذ هشام، لو أردنا يعني توضيح المفهوم أكثر، يعني هل العلمانية هي أقرب إلى أن تكون فكرة فلسفية مجردة هدفها فقط تنظيم إطار الحكم والدولة، أم أنها أقرب إلى أن تكون منهاج حياة للمجتمعات؟ هو الحقيقة العلمانية يعني بنيت الرأسمالية أو الديمقراطية بنيت بشكل أولا إلغاء المعتقد، وهو الذي سمي بالعلمانية فصل الدين عن الحياة، يعني أنه لا دينية، وأنه الإنسان لابد أن يتمتع بالحريات. فمن هنا ظهرت فكرة الحريات الفردية والحريات الأربعة الديمقراطية، فهذه الحريات التي لابد من تنظيمها بنظام، وعقيدتها العلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة، أن لا يكون للدين سلطة على الإنسان في مجال الحياة، والإنسان أن يعتقد ما يشاء. ولكن هذا التنظيم جاء للإنسان في السلطات الثلاثة، تنظيم السلطات الثلاثة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية. فترتبت فكرة الحريات الأربعة في هذا الاتجاه. فالحرية الفردية حكمها قانون أنه تنتهي الحرية الفردية حيث تبدأ حرية الآخرين حتى لا يكون، ولكن هذه الحالة النسبية ليست مطلقة، فلا بد أن تخضع لقانون. فجاء القانون بتنظيم الحريات الفردية أو الحريات العامة نقول بين الناس، ولا بد من خضعها لأحكام وتشريعات. فهذه الأحكام التي سميت الديمقراطية فيما بعد، أو أيضا تحولت من الحكم العام جماهير كذا إلى حكم التقنين. فمن هنا ظهرت الديمقراطية بوضع التشريعات التي تنظم الحريات الفردية والحريات العامة، وهذه سميت قوة القانون. ولكن قوة القانون حتى تطبق لابد من قوة الجندي أو الأمن أو الشرطة أو ما إلى ذلك، فهناك قوتان تحكم المجتمع. العلمانية أصبحت هي المنهج السائد في المجتمع كمعتقد أفرزه الواقع، أنه لابد من أن يكون مصدر الواقع عندنا، مصدر تفكيرنا الواقع، المعطيات التي ينتجها الإنسان حتى لا نكون غير ذلك. ثم شاعت الفكرة العلمانية وأخذت دورها، أنا في تقديري مبالغ فيه في منطقة العالم الإسلامي، أما في العالم الغربي فهي ليست كذلك، هي
ظهرت فكرة ما بعد العلمانية الليبرالية، المحافظة على اللادينية والمحافظة على الحريات. فمن هنا وجدت العلمانية والليبرالية كمعتقد، كفكرة كلية عن الكون، الإنسان والحياة، كفكرة فلسفية تنظر إلى أنه ما قبل الحياة، أن الله فكرة نسبية ليست بالضرورة أن تكون حقيقية، وأن يعتقد بها الناس أو لا يعتقدون، هذا شأنهم. وكذلك اليوم الآخر كل شيء خاضع للمعايير الفكرية النسبية ليست الحقيقية. فكل شيء نسبي في الوجود، حتى الحريات هي نسبية. هذا يقودنا إلى سؤالك أستاذ هشام عن جوهر موقف العلمانية من الدين، مطلق الدين سواء كان سماويا أو وضعيا. ما جوهر موقف هذه العلمانية بعدما تطورت وقطعت كل هذه العقود بل القرون من التطبيقات العملية؟ العلمانية بحد ذاتها أنه الأصل فيها أنه تضع مسافات واحدة تجاه المعتقدات جميعا، سواء المعتقدات بالدينية أو اللادينية، تضع بعد تكون على موضع مسافات واحدة بين الجميع. فهذه العلمانية المعتدلة أو المحافظة فلنقل، وهناك العلمانية المتطرفة. العلمانية المتطرفة التي هي تتعامل مع الآخر لأوضاع غير المعتقد، لأوضاع مصلحية أو سياسية أو ما إلى ذلك، كما هي الآن في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الآن تحكمه العلمانية المتطرفة، وهي العلمانية التي تقودها الدول الكبرى ومنذ أكثر من 100 سنة. ولكن حاولت أنه هذه العلمانية أن تغطي نفسها، تحجب. ثمت من المفكرين العلمانيين العرب من ينتقدون ربما هذا الخطاب ويقولون إن في الدول العربية لم تكن هناك علمانية، وإنما كان هناك حكم سلطوي في عدد كبير من الدول العربية، ولا بالتالي لا ينبغي الحكم على نظام الحكم السياسي في الدول العربية على أنه نظام علماني، وإنما نظام سلطوي استبدادي. هذا كلام تبريري في تقديري ومجانب للواقع وليس صحيحا، لأنه الغطاء الذي حكم ما بعد الخلافة العثمانية، بعد هدم الخلافة العثمانية وتفكيك العالم الإسلامي ساكس بيكو، أنه الذي حصل أنه الذي تولى أمر المسلمين جميعا هو الدول التي قسمت العالم الإسلامي، وعلى وجه الخصوص بالحرب ما قبل الحرب العالمية الأولى أو بنفس الوقت الإنجليز والفرنسيين، ثم كان معهم النمسا وروسيا وبروسيا، ولكن إلى وصول الحرب العالمية الثانية كان هناك عصبة الأمم وما يتعلق بها من مواقف دولية تهيمن على العالم الإسلامي، هي التي أوجدت هذه الأنظمة والتي هي قدمت الفكرة، وهي تقدم الفكرة ليس وليدة اليوم، وإنما الفكرة العلمانية تدخل إلى العالم الإسلامي منذ 400 سنة من الآن أو أكثر، يعني من 1600 بدأ تمرير الفكرة بشكل ما، وهذا تمرير الفكرة نضج بعد الثورة الفرنسية وسيما بالقرن 19 بعد حملة نابليون، أنه دخل إلى العالم الإسلامي العلمانيون كأفكار، بل قسم من أبناء المسلمين ذهب إلى فرنسا وبريطانيا وتثقف بهذه الثقافة، وهناك أسماء لامعة في هذا الصدد لا نحب أن نذكرها. وإذا قال لك قائل بأن الذي حكم في عدد من الدول العربية هم العلمانيون وليس العلمانية كفكر وإطار ومنظومة سياسية أو فكرية، هذا الكلام يعني فيه نمط من محاولة الهروب من الواقع. لماذا؟ لأن العلمانية حين نقول هي فكرة بالتأكيد التي يطبق الذي يطبقها هو يطبقها بفهمه، وهذا الفهم لا يعني خارج منهج الفكرة، لأن الفهم إذا كان خارج منهج الفكرة سيكون فكر آخر غير الفكر العلماني، وفي هذه الحالة لا يكون الأمر على الصورة الواقعية التي حصلت في الواقع. لكن الحكام العرب استندوا إلى العلمانية كذريعة وشماعة يدخل من خلالها إلى السلطة، وليس اعتقادا واعتناقا لهذه الفكرة. الحقيقة أنه حين نتكلم عن العلمانية يجب أن نفرق بين الحكام والعلمانية على غير الوجه الذي يفرق به العلمانيون، أنه العلمانية هي كثقافة دخلت وصارت عون للحكام،
ولكن بعد فشل الحكام في المنطقة منطقة العالم الإسلامي قاطبة أصبح البعض يبرر أنه الفشل هذا متعلق بالحكام، لا متعلق بالفلسفات التي طرأت. ليس هناك فلسفة تحكم العالم الإسلامي منذ 100 سنة خارج دائرة الفلسفة العلمانية، بغض النظر عن كون أنه النظم التي طبقت هل هي نظم دقيقة في الديمقراطية أو ما إلى ذلك أو غير دقيقة، أو نظم استبدادية أو غير استبدادية، أو نظم مثلا هادئة أو نظم ساخنة وفيها نوع من الاضطراب والفوضى. نعم. نعم حقيقة أستاذ هشام، العلمانية مرت كما يقال مرور الكرام في كل دول العالم والجغرافيات العالمية تقريبا، ما عدا في المنطقة الإسلامية ثمت دائما مقاومة فكرية، مقاومة نفسية، مقاومة شعبية لفكرة العلمانية أو فلسفة العلمانية. نريد أن نبحث معك مدى الالتقاء ومدى التقابل بين العلمانية والإسلام كمنظومة فكر ومنظومة حكومة، لكن بعد الفاصل لو سمحت لي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونتابع الحديث بعدها. أسعدكم الله، نعود لاستئناف الحديث في موضوع حلقة اليوم، العلمانية والإسلام، والحديث دائما مع الأستاذ هشام البدراني. أستاذ هشام، قبل الفاصل قلنا إن الإسلام أو المنطقة الإسلامية هي البقعة الجغرافية الوحيدة التي تصدت للعلمانية كفكرة وكإدارة منظومة للحكم. أين تلتقي العلمانية مع الإسلام وأين يفترقان؟ قبل الجواب على هذا السؤال لابد أن نحدد أن العالم كيف كان وكيف صار. العالم قبل 100 سنة كان هناك العالم الإسلامي والعالم المسيحي والعالم الذي هويته مضطربة حسب ولاءاته في وحمايته الدولية، إما يحميه المسلمون فيكون ولاؤه للدولة الإسلامية أو العالم الإسلامي، أو يكون ولاؤه حسب المحمية في العالم المسيحي. فهذا العالم الإسلامي منذ 100 سنة وآتي من بعدها، أن العلمانية حين جاءت وغياب الحاضنة الإسلامية التي تحمي الأمة، مظهر الأمة الإسلامية الذي هو الدولة الإسلامية، نتيجة هذا الغياب أنه لابد أن ننتبه أن هنا أصبح المبدأ في المواجهة. الأمة الإسلامية أمة عريقة تحمل مبدأ الإسلام، وهو مبدأ ينطبق عليه مفهوم المبدأ أو الرسالة أو النظام الحياة أو الدين الروحي بنظام ينطبق عليه. ولذلك أنه في المواجهة والتحدي حين يأتي مبدأ آخر يبدأ الصراع، صراع الفرد الداخلي، صراع الفرد مع الأفراد الآخرين، بصراع فكري يأخذ جنيه صراع فكري، أو طابع الكفاح السياسي والصراع الفكري والحضاري العام والشامل. فالعلمانية حين جاءت كدين بديل أو مبدأ بديل عن الإسلام في نظام العالم. يعني العلمانية الليبرالية، الحركات التي هي في الأصل البروتستانت، فلا أقول هذا، التي عمرها الآن 800 سنة من ولادتها ونضوجها خلال 800 سنة لحكم العالم، واستطاعت البروتستانتية أن تقضي على الكاثوليكية تماماً وأصبحت هي الدين البديل، والآن الحملات التبشيرية في كل هذا الأمر، هي لابسة لباس العلمانية، سواء أدرك العلمانيون أم لم يدركوا. هذا التاريخ يحدد هذه الأمور، فهو مبدأ بديل في نظام العالم عن الإسلام. فلذلك الصراع هنا صراع مبدئي في الأساس، ولكن هذا الصراع يأخذ ظواهر عديدة، منها الفكرية، منها ربما الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، السلطوية، يأخذ أبعاد هذا الأمر. فلذلك العالم الإسلامي لم يتقبل هذا التسلط للبروتستانت أو العلمانية أو الليبرالية عليه، فهناك صراع فكري. أما أنه لماذا هذا الأمر، فهناك عقيدتان تتصارعان،
عقيدة اللادين أو عقيدة فصل الدين عن حياة التي هي جاءت لمعالجة. لكنك قبل قليل معذرة أستاذ هشام، قبل قليل قلت إن العلمانية من حيث الأصل أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المكونات الدينية والعرقية إلى آخره، ووصفتها بأنها علمانية معتدلة أو محافظة. أو محافظة، هذه العلمانية المعتدلة هل تلتقي مع الإسلام في مساحات معينة؟ أنا سأتيك إلى هذا الجواب، ولكن قبل الجواب على هذا لازم نعرف أن العلمانية التي تحكم العالم الإسلامي الآن هي العلمانية المتطرفة، والآن من أكبر صورها أو أبشع صورها. لكنها ليست نموذجا أستاذ هشام، العلمانية في العالم العربي ليست نموذجا، نريد أن نبحث العلمانية كمفهوم كإطار فلسفي وفكري قادم من الغرب ويريد أن ينظم الحياة العامة على أساس لا يكون فيه تغول بين قوسين، يعني كما تقول فكرة العلمانية للدين ولا لغيره. هو الأمر ليس كما نتمنى أو ترجو، يعني كما تطرح أو يطرح الذي يحمل هذا الرأي، الأمر ليس بهذه الحالة الوردية الحالة الجميلة. العلمانية كفكرة يتداخل معها النوازع البشرية، الطمع والجشع والتسلط والسيادة والحقد والكره والموروث الديني عند العالم الغربي، لا أقول العالم المسيحي الآن، العالم الغربي، هذا كله يشكل ضغوطات على حملة العلمانية في بلاد المسلمين. نعم. فلذلك الآن الذي يحكمنا ليس العلمانية المعتدلة أو المحافظة. طيب. وإنما العلمانية المتطرفة. تعال هذا فضلا عن التناقض في الأصل والأساس بين العلمانية بمختلف صورها كمبدأ مع والعلمانية الإسلام. مع الإسلام أين يتناقضان؟ يتناقضان في النظر الكلي عن الكون الإنسان والحياة والعلاقة الجميع بما قبل وما بعدها. الإسلام يقول أن في هذا الوجود يقوم على أن الله خالقه، وأنه الله عز وجل خلق الإنسان وأنزله إلى الأرض واستخلفه فيها وبعث الأنبياء والرسل من كلمات من نبي الله آدم وكلمات التي أتلقاها إلى خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة القرآن ومنهج السنة في نظام الحياة. فهذا الأصل في النظام. هذه قضايا اعتقادية لا تلزم العلمانية أن يكفر المسلمون بها. عفوا، لكن بالمقابل أنه هذه عقيدة ونظام. العلمانية أيضا عقيدة ونظام، ولكنها تقوم على فكرة أن لا إله وأن الله عز وجل الذي يؤمن بها أو لا يؤمن به سيان مسافة واحدة. قضية التشريع ربما تكون إحدى أكبر قضايا التنافر بينهما، قضية نزع الحاكمية عن الإسلام. أنا لا أقول الحاكمية، وإنما أقول أن الإيمان بالله حقيقة، من هنا المبتدأ، الإيمان بالله حقيقة عند المسلمين. طيب. أما عند العلمانيين الإيمان بالله فكرة مجردة، فكرة متخيلة في الأذهان، ربما ليس لها وجود. ماذا يضر لو كانت العلمانية إطارا للدولة من دون أن تجبر الناس على الكفر بالإيمان بالله؟ هذا يعني أمنية أو البعض، نتيجة أنه الضغط الشديد للعلمانية المتمردة أو العلمانية المتطرفة، نتيجة الضغط الشديد في تدمير العالم الإسلامي، يحب بعض المسلمين أن يهربوا، ولكن يهربوا إلى النار بدل أن يلسعوا فيها. الآن هم يلسعوا بالنار، ولكن هم يهربوا إلى بيت النار، وهذا بيت النار هنا الخروج من الواقع الإسلامي العقائدي في أقل تقدير، لا أقول الاجتماعي، إلى الواقع غير الإسلامي الذي هو فيه، والعياذ بالله، الخروج من الملة. أستاذ هشام، أنا فهمت من كلامك وأرجو أن تصحح لي إذا كنت مخطئا في فهمي، أن العلمانية تتناقض مع الإسلام من حيث الجوهر والمبدأ والمنطلق، لكن ثمة أسماء إسلامية كبيرة مثل الراحل عبد الوهاب المسيري وكذلك محمد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس، أقرى بوجود العلمانية المؤمنة أو العلمانية الجزئية التي لا تتعارض مع الإسلام والتي تسير في منطقة المسكوت عنه شرعا وهي مساحة السياسة. فألا يعني ذلك أن العلمانية من حيث المبدأ لا تتناقض مع الإسلام كما تتفضل؟ المسيري يختلف عن الغنوشي. المسيري مر بمراحل، المرحلة الأخيرة إذا سمعت محاضراته أو قرأت في كتاباته هو يتكلم عن العلمانية كشيء آخر غير الإسلام، ويضعها في دائرة النسبية المطلقة التي هي بعيدة جدا عن الرؤية الإسلامية، وأن الإسلام غير هذا. لكنه قبل بها من حيث الجزئية. ليس كذلك، وإنما هو طرحها أنه هذه الفكرة موجودة ولا بد من التعامل معها كحقيقة موضوعية، ولكن هذه الحقيقة التعامل معها غير موضوع الاستسلام لها أو قبولها كبديل.
أما أنه مثلا الأستاذ الغنوشي يختلف، حركة النهضة تختلف، أنه اعتبرت أنه هذا الواقع الموضوعي مفروض يجب التعامل معه والدخول فيه وتلبس قضاياه، وأنهم هم يتفاخرون في أنهم متجاوبون جدا مع العلمانية بحيث صاروا جزءا منها، وتختلف عن علمانية أخرى ربما مطروحة في بلاد المسلمين ربما ستذكرها أنت. فالأمر يختلف، العلمانية والإسلام لابد أن ننظر لها في مستويات، المستوى الأول المستوى العقدي والفكري، نعم، لأن هذا لا يمكن أن يتجرد عنده عنه الإنسان. كيف ذاك؟ نحن الإنسان بطبيعته البشرية عنده غريزة التدين، الشعور بالعجز والاحتياج إلى الخالق المدبر. طيب. ولكن هناك من جاء وعالج هذه الغريزة بفكرة لا إله والحياة مادة، ولكن هذه المعالجة لم تلائم الفطرة، وانتهت الفلسفة هذه بانتهاء الاتحاد السوفيتي. طيب. هناك من جاء عالج هذه الفكرة بأن الله فكرة متخيلة في الأذهان وليس بالضرورة أن يكون له واقع، وهذا العلمانيين هؤلاء الملحدون، وليس بالضرورة أن ينطبق هذا على كل العلمانيين. يعني أستاذ هشام، العلمانيون كبار المنظرين العلمانيين حتى في الغرب يقولون إن العلمانية لا تريد القضاء على الدين، وإنما تريد أن تمنع بين قوسين تغول الدين في الحكم والدولة، وبالتالي لك الحق أن تتدين وأن تعتقد في الله ما تعتقده، ولكن من دون أن ينعكس ذلك على التشريع والحكم وإدارة الدولة. هذا كلام فارغ بصراحة، يعني كلام لا واقع. لماذا؟ كلام خيالي هذا، لأن هذا الكلام لا يؤمن بالله حقيقة، يؤمن بالله كفكرة متصورة في الأذهان خيالية نسبية ليست حقيقية، بينما الحقيقة أن تقول أن الفلسفة الحقيقية والبراهين العقلية تقول أن الله حقيقة ملموس وجودها وليس فكرة متخيلة في الأذهان. الله موجود، وهذا الوجود كله إلى الله يستند، وأن الله عز وجل لم يتركنا هملا، وإنما بعث الأنبياء والرسل وأعلمنا نحن الذين أتينا بعد قرون من آدم أن هناك آدم وهناك خليفة في الأرض هو آدم عليه السلام، وتلقى كلمات ثم انحرفت البشرية في زمن نوح. هذه الرواية حقيقية وليست فكرة متخيلة في الأذهان. طيب. ولذلك العلمانيون حين يكونون هذا الكلام، هذا ينطلي على الناس الذين ربما عقولهم قاصرة أو لا معرفة لهم، فهذا كلام خيالي لا تصوري لا واقع له. طيب. أما الحقيقة فأنه أن الله حقيقة وأنه بعث الرسل والأنبياء، فهذه مفارقة. لذلك حين يقول أنه نحن يهمنا الدولة والسلطان، أي دولة وأي سلطان؟ ومن أعطاك حق هذا التشريع؟ ومن وبأي سلطة أنت تلزم الآخرين؟ من حيث المقاصد النهائية، ونحن في برنامج مقاصد أستاذ هشام، ألم تحقق العلمانية في دول الغرب المقاصد التي سعى الإسلام إلى تحقيقها في المجتمعات بشكل أو بآخر؟ بمعنى أنتجت حقوق الإنسان، أنتجت الحرية للناس، احترمت كرامات الناس، رفعت مستوى المعيشة لدى الناس، عاملت الجميع بمنطق واحد بالعدل أمام القانون، الحاكم مثل المحكوم في الغرب، حتى تجد أن رئيس الوزراء أو الوزير أو حتى الملك يقف أمام المحكمة ويحاكم. أليست هذه في النهاية مقاصد إسلامية، وبالتالي يمكن أن تلتقي العلمانية مع الإسلام في هذه المقاصد؟ للجواب على هذا الاعتراض أو الاستفسار، هناك شقان في الموضوع. تفضل. الشق الأول، ليست الدولة الكافرة في المصطلح الإسلامي أو الدولة غير المسلمة في المصطلح اللين أنها بالضرورة أن تكون ظالمة، قد تكون عادلة وقد تحقق للإنسان العدل، ولكن هذا العدل هنا في الشق الثاني حين نضعه، هل هذا العدل في ميزان الحق؟ هناك ثلاث مستويات من الحكم على هذه القضية: الحق والباطل، نعم، الصدق والكذب، نعم، الصواب والخطأ. فإذا هو كان عد قال في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، وأرسل إليه كثير من المسلمين لجأوا إلى هذا الحاكم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحاكم لا يظلم عنده أحد، يقيم العدل. لذلك نحن لا نتكلم عن هذا الجانب بطريقة عقلية، وإنما نتكلم بإحدى طريقتين: إما فكرية وهي مطابقة ما يوجد في الذهن على واقعه حتى يغدو حقائق وليس خيالات أو احتمالات، أو نتكلم بمعايير شرعية. نعم. هذه المعايير الشرعية مدى انطباق هذا العدل مع العدل الإلهي، عدل الشرعي، عدل الكتاب والسنة. فهذا هناك فرق، هناك العدل عدلان، فلسفة العدل
بالأحكام الوضعية. كيف العدل؟ أليس العدل قيمة مطلقة؟ هذا من حيث دائما القيم فيها مادية، فيها روحية، فيها إنسانية، فيها أخلاقية. يعني الآن أنت ربما يقول قائل، أنت الآن أستاذ هشام تتكلم بمنطق علماني وهي نسبية القيم، القيمة مطلقة وواحدة. أنا أتكلم بمنطق موضوعي وليس علماني، لأن هذا يزعم العلمانيون أن الحقائق لهم، وهم بجهة أخرى يتعاملون مع الخيالات والأوهام. أنا أتكلم بمنطق الشرع، بمنطق الفكر الإسلامي. نعم. إما الفكر الإسلامي أو المنطق الشرعي الأصولي. وهذا المنطق الشرعي يقول بأن العدل واحد في كل دول العالم. لا، العدل، العدل من حيث الحق واحد. أما العدل من حيث التطبيق يتعدد. يعني الظالم ممكن أن يقيم عدل أحيانا، الكافر ممكن أن ينتج العدل أحيانا، ولكن هل هذه المعايير حين نضعها في ميزان الحق والباطل هي العدل؟ فقد يكون أحيانا للعقل حكم والشرع حكم، فليس كل ما هو ينظر طيب. إليه الإنسان من حيث القيمة المادية أو الإنسانية أنه أو الأخلاقية أنه ذو قيمة، لكن تبقى القيمة الروحية وهي إدراك الصلة بالله تعالى. فحين أنظر للعدل الموجود في الغرب، هذا كقيمة إنسانية ممكن، كقيمة أخلاقية ممكن، ولكن كقيمة مثلا مادية ممكن، لكن كقيمة شرعية روحية لا يمكن إلا أن يكون في الإسلام. نعم. لذلك الإسلام دائما ينطبق الحق والعدل عنده. طيب. القوام الحق بالعدل وقوام العدل بالحق في الإسلام، ولكن يبقى في اجتهاد المجتهدين في مجال الحق وأن يكون هذا الحق صوابا أو صدقا، هنا يبقى حالة الاجتهاد، وهذه تدخل في المتشابهات لا في المحكمات. لذلك مفهوم أنه هم يقيمون العدل وهذه من المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية في الجانب الآخر الذي أحب أن أشير إليه ليست هي سبب للتشريع، المقاصد الشرعية ثمرة للتشريع، ليس كما يذهب المقاصديون الإسلاميون الآن الحداثويون إلى أن المقاصد أصل التشريع. المقاصد ليست أصل التشريع، ثمرة التشريع. وهنا مشكلة فكرية عند الإسلاميين لا أحب أن أخذ فيها لموضوعنا العلمانيين. حتى العلمانيون في المنطقة العربية والإسلامية والعلمانيون المعتدلون الذين ينتسبون إلى العلمانية المعتدلة بحسب وصفك ووصف كثير من الإسلاميين، يقولون بأن المشكلة ليست في الإسلام وإنما في الإسلاميين. هناك الآن مئات دعنا نقول عشرات التصورات للإسلام، وهذا تحدث عنه الأستاذ محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر، ثمة فساد في التصور الإسلامي، وهذا في النتيجة أورثنا حروبا داخلية بينية قروسطية إذا صح التعبير في الصحوة. ألا يمكن أن تمثل العلمانية أستاذ هشام حلا عبقريا للحيلولة دون استمرار هذا الاحتراب الإسلامي الداخلي؟ أولا أنا أحب أن أشير بأن في كتاب واقعنا المعاصر والصحوة الإسلامية للأستاذ محمد قطب، هو يناقش حالة موضوعية للحراك الإسلامي أنه فشل في تقدير الأمور قدرها، ولا بد من معالجات موضوعية. وإن طرح هذا الكتاب منذ أكثر من 20 سنة، ولكن يبدو أنه الحركة الإسلامية لم تتناوله بالشكل الموضوعي الكافي للمعالجة. فأنا أحب أن أشير بأن الحركة الإسلامية ليست مشكلتها العلمانية، وإنما مشكلتها أولا فهم الإسلام. يعني المشكلة الحركة الإسلامية أنه فهم الفكرة الإسلامية ليس فهما دقيقا عقيدة ومعالجات، وليس فهمها للطريقة واضح الشرعية في استئناف الحياة الإسلامية. وهناك مشاكل في الإرادة والرابطة المبدئية للحركة الإسلامية. أما أن الحركة الإسلامية تعاملت مع الواقع الموضوعي، فلأن العلمانية تشكل ضغوط على الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية ليس بمستوى الاجتهاد الكافي الذي أراده الأستاذ محمد قطب أو غيره من المفكرين لمعالجة واقعنا المعاصر. فهناك ملاحظة على الحركة الإسلامية. ثم آتي من الوجه الثاني أن العلمانية محمية دولياً، الآن العلمانية محمية دوليا، وإرادة المسلمين إرادة مقيدة مضغوط عليها دوليا، ليست إرادة حرة. وإذا أعطت الديمقراطية المعتدلة بين قوسين أعطت مجال للإسلاميين، وهذا ما حدث. العلمانية المعتدلة وليس الديمقراطية المعتدلة. نعم. نعم، العلمانية المعتدلة أعطت مجال مثلا في الجزائر في 93 في كل أوروبا حتى أعطتهم. نعم. لا عفوا، في الجزائر أنا أحدد حركة الإنقاذ فازت، ولكن من الذي تغلب؟
المخابرات الفرنسية دعمت الجيش وصار ما صار. وهكذا الآن قس على النتاج الإسلامي، الحراك الإسلامي وما جرى فيه إلى يومنا الآن، تجد أنه المسلمون يحققون النتائج في بلادهم بإرادتهم، ولكن الضغط الدولي. إذن القضية مسيسة، العلمانية هنا المتطرفة التي تحكم. ولكن قد يكون في بعض البلدان أن المسلمين يستطيعون أن يعني ينظروا لمسألة ويستطيعوا أن ينفذوا في مجالاتها، فهذا موضوع آخر ليس قياسيا. القياس الآن أن العلمانية محمية دوليا وليست قائمة بذاتها، وأن الأمة تبقى أمة مسلمة، وأنها تحاول أن تجدد حيويتها الإسلامية دائما في هذا المجال. لذلك أنه الطرح مثل هذا الطرح أن الإسلاميين يختلفون، أنا لا أرى أن الإسلاميين يختلفون، ولكن هناك حركات إسلامية دون مستوى وتقود نعم. الأمة وتقوم بتجارب، قسم من هذه التجارب ناجحة وقسم منها فاشلة. فالناجحة أخفقت بالضغط الدولي، والفاشلة هي عبرت عن نفسها بالفشل حقيقة. يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل أستاذ هشام، الحديث ربما لا يكون عن الإسلاميين وإنما هو عن الإسلام وعن العلمانية، لكن الإسلاميين يقدمون أنفسهم كممثلين للإسلام الذي يراد تطبيقه في الأرض. السؤال هو، ألا يحوي الإسلاميون قدرا من التناقض في أفكارهم وطروحاتهم عندما يرفضون العلمانية أن تطبق في بلادهم، لكنهم يوافقون ويدعمون تجارب علمانية كبيرة كما يحصل الآن في تركيا؟ الإسلاميون تقريبا يقفون كلهم وراء التجربة التركية، لكنهم في الجوهر وفي خطابهم الإسلامي يرفضون العلمانية. أليس هناك نوع من التناقض في الطرح هنا؟ عفوا، المثال في تركيا لا يقاس عليه. المثال في تركيا له خصوصيته. أنا لا أتحدث عن التجربة التركية، وإنما أتحدث عن التناقض الحاصل في خطاب الإسلاميين كما يقدمون أنفسهم كدعاة أو ممثلين للإسلام الذي يراد أن يطبق في البلاد العربية. هم يوافقون على العلمانية في تركيا، لكنهم يرفضونها في الدول العربية. عفوا، فقدان الهوية في الحركات التي أنت تشير إليها واضح وصريح وفصيح، فقدان الهوية الإسلامية. أنا لا أتحدث فقط عن حركات أستاذ هشام، وإنما حتى عن أفراد غير منتسبين لحركات كفكر إسلامي. النظرة فلتكن للأمة نعم. لا للحركات، لأن الحركات هذه لم تأخذ دورها المعبر عن الأمة حتى نستطيع أن نقول هذه تمثل الأمة. الحركة التي لا تأخذ دورها في قيادة الأمة ليست حركة معبرة أو أثبت تجربتها التاريخية أنها هي المعبرة عن الأمة، فهذا ليس قياسا صحيحا، وإنما أن تناقش الفكرة من حيث فلسفتها ومن حيث واقعيتها. فلسفة العلمانية شيء وواقعية العلمانية شيء. العلمانية من حيث فلسفتها في أوروبا هي بمسافة واحدة من الأديان إلى قبل عقود من الزمن، أصبحت تقاوم الإسلام، وسيما في فرنسا وألمانيا. ألمانيا الآن في أوج المقاومة للإسلام والمسلمين الألمان، والفرنسيون الآن بدأوا يتجاوبون، لأن رأوا الضغط الإسلامي أكثر من أن يقاوم. ولكن الألمان الآن بدأوا يفلسفون فلسفة جديدة في محاولة كبت المسلمين الألمان. فإذا العلمانية ليست حتى في أوروبا ليست علمانية معتدلة، وإنما بدأت تأخذ واقعيتها الحقيقية بأنها صناعة بشرية تغلب عليها الانتماءات الدينية، والبعد الديني موجود في السياسة الأمريكية واضح، وحتى كتب فيه كتابات في هذا المجال. وأنا في تقديري والدلائل التاريخية تشير أن العلمانية دين وليست لا دين، وإنما دين في كل شيء ينظر إلى النسبية، وهو دين البروتستانت، ولكن يظهر تحت عناوين كبيرة. يعني تتحدث عن الخصوصية الأمريكية، لكنها ليست كذلك في فرنسا مثلا. ليست الخصوصية الأمريكية، البروتستانت أو العلمانية خمس أنواع: ألمانية، فرنسية، أوروبية، الأمريكية، الإنجليزية، خمس نعم. أنواع نعم. لكن كل نوع من هذه البروتستانت الخمسة أو العلمانية أو الليبرالية في نعم. هذه التسميات الخمسة له عمقه الفلسفي. أول من نشأت الفلسفة الليبرالية أو البروتستانت أو المارانو في ألمانيا طيب. والفلاسفة أغلبهم في هذا الاتجاه. لو عدنا للحديث عن المقابلة بين الإسلامي والعلمانية، هل ينبغي، هل يحكم الإسلام على العلمانية من منظور فكري أم من منظور عقدي؟ بمعنى أن العلمانية كافرة أم أن العلمانية هي مخالفة فكريا للإسلام؟ عفوا، الحكم على العلمانية ليس الكفر والإسلام،
ابتداء يعني الحكم على العلمانية حق وباطل. يعني كفرق حكم الكفر والإسلام هذا حكم قضائي، أما الحكم قضائي عقدي هذا، لا عفوا، الحكم العقدي الحق والباطل، أما بعد العقيدة يأتي الكفر والإسلام، الردة والإيمان، هذا بعد العقيدة، أما قبل العقيدة الحق والباطل. فالعلمانية باطل والإسلام هو الحق، فهذا الأمر فلسفي يعني يناقش بطريقة فكرية معرفية. نعم. أما أن العلمانيين في العالم الإسلامي هم مترددون أو مضطربون، فهذا شيء طبيعي، لأن الحالة النسبية الفكرية النسبية المطلقة تؤدي إلى الاضطراب وإلى التناقض الداخلي، لأن العقدة الكبرى ليست محلولة عندهم في موضوع الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذه العقدة عندما لا تحل عندهم يكونون مضطربين. لذلك العلمانيون في العالم الإسلامي هم ناس مضطربو الفكر، ليسوا متزينين. نريد أن نبحث هذا الأمر وسبب إقبال مثقفين، شرائح أو طبقات من المثقفين في العالم العربي والإسلامي، إقبالهم على العلمانية، ولكن بعد فاصل أخير. نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ هشام، يعني الملحوظ أن ثمة شرائح من المثقفين العرب سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الإسلامية يقبلون على العلمانية ويقبلون بها كإطار للحكم والدولة في دولهم، ما سبب هذا الإقبال برأيك؟ أولا من ناحية فكرية، الضعف الشديد الذي طرع على الإسلام على الأذهان في فهم الإسلام، هاي ملاحظة رقم واحد، أن غالب المثقفين في العالم الإسلامي هناك ضعف شديد في لفهمهم للإسلام. اثنين، أنه انتشار هذه الثقافة وأنها مدعومة، وأن هؤلاء يحاولون الإنقاذ والإخلاص والخلاص، فيميلون إلى حلول عقلية تجذبهم إلى هذا الأمر، فهذا جانب ثاني. جانب الثالث ربما الوصولية والمصلحية أيضا تشدهم إلى هذه التبريرات العلمانية، فكل هذه الظروف تشد المثقف غير النابه إلى حالة معينة. نقول غير نابه يعني غير نابه إلى الأسس والأصول والفروع، غير نابه إلى حياته، غير نابه إلى اليوم الآخر، غير مستحضر لإيمانه بالله على أنه حقيقة. غالب الناس الآن إيمانهم بالله مهتز، ليس إيمانا حقيقيا، هو مؤمن بالله، وحتى حين يتصرف لا يستحضر إيمانه بالله، لا يستحضر الطاعة لله. الله عز وجل قال يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على طاعة، لستم على تحكيم لشرع الله عز وجل حتى تحكموا فيكم التوراة والإنجيل. فالمسلم اليوم المعاصر حتى يكون نابها لابد أن يحكم الشرع، فإن لم يحكم الشرع فعناها أن هناك ضعف شديد في فهمه للإسلام، هذا أمر موجود. اثنين، أنه عجز العلماء عن طرح البديل الحضاري، البديل النهضوي لمعالجة الأفكار الكلية والجزئية في العالم الإسلامي بطريقة مستقلة، بطريقة الإسلام، لا بطريقة التأثر في الحضارة الغربية، لا بطريقة الانهزام والانجذاب إلى حضارة الوافد المتغلب، هذا لابد منه، هذا الأمر لابد أن يلتفت إليه العلماء فيتحولوا من العجز إلى القوة. الآن غالب العلماء لا يطرحون حلولا، بل يسيرون مع الواقع كيف سار، إلا من رحم ربي. نعم هناك علماء عندهم طروحات ولا يخلو الزمان منهم، لا يزال لله حجة في الأرض، قائم لله على الناس بحجة، ولكن أنا أتكلم عن العموم والشمول، لا أتقصد ناس معينين. الحركة الإسلامية لم تظهر بمستوى الكافي المؤثر لسبب رئيسي، إما أنه هي لم تمتلك الوسائل والأساليب، وإن امتلكت المشروع النهضوي
لكن وسائله وأساليب ليست كافية للإيصال إلى الجمهور، أو أن الجمهور لا يتطلع للسيادة والبحث عن الحقيقة وإنما يبحث عن الخلاص المجرد. فهناك مقومات ثلاثة للنهضة: أولا القيادة الفكرية، ثانيا القيادة السياسية، ثالثا إرادة جماهيرية. فالقيادة الفكرية ربما تحملها الحركة الإسلامية وتتجسد في قيادة سياسية، ولكنها لا تمتلك الوسائل والأساليب الكافية للوصول إلى الجماهير، أو أن الجماهير مشغولة عن هذه الإرادة بإرادة الخلاص لا بإرادة الحق والحقيقة والصدق والكذب والصواب والخطأ. ولذلك أنه يجب أن ينتبه الجمهور أنه أنت تخطأ وأنت تسير على الطريق الصح، أفضل لك من أن تصيب وأنت على الطريق الخطأ. فلذلك لابد للجماهير وللقيادات السياسية أن تحسن للقيادة الفكرية في حملها. طيب. فأن تسلك الطريق الصائب وإن أخطأت في اجتهادها لأنها مأجورة، وأن تجتنب الطريق الخاطئ وإن أصابت في جزئيات كما يحصل في واقعنا المعاصر. أشكرك جدا على هذه الإفاضة أستاذ هشام، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ هشام البدراني رئيس مؤسسة العبادلة للدراسات التطويرية، كل الشكر لكم على طيب المتابعة، في حراسة الله تعالى.